الهواء اللي رايح للبيشنت الحقيقه مهم جدا ان هو يكون وورم وفيه هيوميديتي علشان يقدر يدخل للبيشنت. المشكله الناس لقت ان الدراي اند كول سبلاي جاس دراي اوت ذا بيشنتس اير وايز، يعني عارفين طبعا ان المدخل الجسم واحد من الحاجات اللي هي بتقاوم الجراثيم اللي داخل الجسم وتعتبر من خطوط الدفاع الاولانيه بالنسبه للجسم هي اليوكس ميمبرينز الموجوده عندنا في الابر اير وايز كلها. يعني نتكلم على الانف، نتكلم على كل المراحل اللي هي في الابر اير وايز، بيبقى فيها سيليتد ابيثيليوم ويبقى فيها ميوكس ويبقى فيها حاجات في الاخر بتحاول ان هي تبقى خط دفاع اجينست الجراثيم. لما احنا بندخل دراي اند كول سبلاي جاس، لما بنتنفس هواء جاف فتره طويله، بيحصل جفاف للمناطق دي الحقيقه، وتعمل مشاكل الحقيقه، ساعات بتعمل irreversible damage، وده الحقيقه بيبقى فيه مشكله كبيره بالنسبه للبيشنت. فبنحتاج ان الهواء اللي يكون داخل للبيشنت يكون اول حاجه يكون humid، ثاني حاجه يكون يعني في warm، يعني ما يبقاش cold، بحيث ان هو ما يعملش مشاكل للبيشنت. الكلام ده بيتعمل بطريقتين. الطريقه الاولانيه عن طريق active gas humidifiers. الاكتيف جاس هيوميديفايرز عباره عن في منتهى البساطه ابسط حاجه ليها ان احنا بس مجرد بنعدي الهواء، يعني بنعدي الهواء اللي هو رايح للانسبيريشن بنعديه على ريزرفوار فيه ميه، والميه دي ممكن تكون مثلا درجه حرارتها اعلى شويه بحيث ان يبقى في عندنا هنا بعض بخار الميه. الهواء اللي داخل هنا وخارج بياخد بعض بخار الميه دوت وياخد درجه حراره، او يعني يبقى درجه حرارته تعلى شويه وتروح بعد كده للبيشنت. في منه انواع تانية بيبقى حاجه اسمها بابل ثرو هيوميديفاير، يعني الهواء بيبقى بيدخل جوه الميه دي مثلا ويطلع بعد كده من خلال المخرج ده كده يبقى هيوميد وفي نفس الوقت بيبقى وورم. اوكي، فالكلام ده طبعا لما بنتكلم على اكتيف بنتكلم على بيبقى في جهاز مستقل موجود وبيبقى ادجستد من الطبيب بالنسبه لدرجه الحراره وبالنسبه للهيوميديتي، بحيث ان احنا نقدر ناخد بالظبط درجه الحراره ودرجه الهيوميديتي اللي احنا محتاجينها. اوكي، فبنتكلم مثلا في الوضع ده كده ان احنا بنتكلم على ان احنا طبعا اكتب علشان احنا بنحتاج ان احنا يبقى في عندنا هيتد هيوميديفاير، يعني بيبقى في عندنا الميه دي تبقى في عندنا هيتر بيسخنها، ويبقى في عندنا كنترول على قياس درجه الحراره وكنترول على نسبه الرطوبه بحيث ان احنا نوصلها للشكل المطلوب بالظبط. فطبعا دي بتستعمل في بعض الاحيان وتبقى جهاز مستقل عاده بيبقى خارج جهاز الفنتليتر. ممكن كريبليسمنت للاكتيف جاس هيوميديفاير بيبقى في عندنا حاجه اسمها باسيف بريثنج جاس هيوميديفايرز، الاسم المنتشر ليها هي هيت اند مويستشر اكسشينجر او اتش ام اي. ده بيبقى ديفايس بالشكل ده كده بتتحط كده في الليمب اللي هو رايح للبيشنت. اللي بيحصل فيها بالظبط ان انا دلوقتي في عمليه الاكسبيريشن الهواء اللي خارج بالنسبه من البيشنت بيبقى بيسكلي درجه حرارته قريبه من درجه حراره الجسم، والهيوميديتي بتاعته تبقى عاليه، يعني بيبقى 100% ريليتيف هيوميديتي. اوكي، فبالتالي اللي بيحصل دلوقتي ان هو من خلال الهيت اند مويستشر اكسشينجر ده هو بيكابتشر جزء من درجه الحراره وبيكابتشر الهيوميديتي اللي موجوده، بحيث ان اللي بيخرج هنا بيبقى درجه حرارته اقل، تبقى درجه حرارته قريبه من درجه حراره الغرفه حوالي 22 درجه، والهيوميديتي تبقى 50%. الهواء اللي جاي من الفنتيليتور بيبقى درجه حرارته قليله اقل بكتير، بتبقى 20 درجه، والهيوميديتي تبقى صفر، يبقى فيري دراي. لما بيرجع هنا يخش في الهيت اند مويستشر اكسشينجر هو بياخد الهواء، بياخد الحراره اللي اكتسبها الهيت اند مويستشر اكسشينجر بيكتسبها هو، وفي نفس الوقت الهيوميديتي الموجوده اللي كانت طالعه من البيشنت في عمليه الاكسبيريشن بياخدها ويرجع بيها تاني للبيشنت. فبالتالي بنتكلم على ان درجه حراره الهواء اللي داخل بيبقى 28 درجه، ودرجه حراره ودرجه الرطوبه بتبقى حوالي 100% زي ما المفروض البيشنت ياخدها. فبالتالي دي بتعمل نفس العمليه اللي بيعملها الاكتيف هيوميديفاير بس بشكل باسيف. وطبعا بناخد في اعتبارنا ان ده طبعا كديفايس بتستعمل مره واحده، دي تبقى ديسبوزابل، يعني بنستعملها للمريض وبعد كده لما يجي مريض تاني لازم ياخد واحده جديده علشان ما يبقاش فيه كروس انفكشن.